الحديد ماشي. زي ما قلنا الشاي والقهوة والألبان بيمنعوا امتصاصه أو بيقللوا امتصاصه، فعشان كده لازم يبقى فيه فاصل زمني ما بينهم. وإحنا كده كده قلنا إن المفروض القهوة والشاي نقلل منهم في الحمل. الستات اللي بيجي لها إمساك من الحديد، في بعض أنواع الحديد بتسبب إمساك، في بعض الأنواع في الصيدلية ممكن ما بتعملش حاجة زي كده. في دواء شهير جدا اسمه فيروسانول ديودينال، ده من أشهر الحاجات أو أهم دواء في الصيدلية كحديد، ما بيسببش امساك. وفي الانواع اللي فيها حاجه اسمها فرافيرو 27، نفس الفكره ما بيسببش امساك. اكياس اللاكتوفيرين برضو ما بيسببش امساك، اللي هي زي البرافوتين او السيمبيون، الحاجات دي برضو ما بتسببش امساك. فدول بيبقوا افضل للستات اللي بيجي لها امساك من انواع الحديد يعني. انما لو مش بيجي لها امساك خلاص، الطبيب بيكتب لها اي نوع، بيبقى زي فيروجلوبين، زي فيروترون، زي ايزوتجلوبين، زي فيرو 6، في انواع كتير جدا في السوق المصري كويسه جدا في الحديد.